دلوقتي خلونا نروح على السريع نتابع اخر المستجدات واخر اخبار النادي الاهلي وفرقه المختلفه وكافه ما فيه من انشطه مع زميلتنا العزيزه هنا ابو القاسم. هي موجوده حاليا في فرع النادي الاهلي بالجزيره. هنا صباح الفل عليك، اتفضلي احنا سامعينك. صباح الخير عليك يا كريم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد وعشرة الصبح في الأهلي، وزي ما عودناكم دايما من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة هننقل لكم كل الأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي وفرقه الرياضية المختلفة. خلوني في البداية أبدأ بالفريق الأول لكرة القدم. النهاردة الفريق هيواصل تدريباته، تجمع الفريق هيكون الساعة 11 والمران هيبدأ الساعة 12، ده طبعا استعدادا لمباراة يوم الخميس وهتكون أول مواجهة للنادي الأهلي في دوري كأس رابطة الأندية، وأول مواجهة هتكون أمام فريق الجونة. يعني طبعا بنتمنى لفريقنا كل التوفيق وإن شاء الله تكون بطولة جديدة بتضاف لبطولات النادي الأهلي. كمان خلوني أقول لجميع مشاهدينا أن دكتور أحمد أبو عبلة طبعا طبيب الفريق الأول لكرة القدم كان حريص على الاجتماع مع اللاعبين وكمان الجهاز الفني للفريق أمس عشان بقى يشدد على ضرورة حرصهم على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية طبعا بسبب تفشي فيروس كورونا. يعني ان شاء الله بقى هذه الجائحة تزول والحياة ترجع لشكلها الطبيعي في اقرب وقت. كمان ناشئين 2003 امس قدروا يحققوا فوز على فريق سموحة بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة ال13 من بطولة الجمهورية. يعني كان فريق سموحة افتتح التسجيل لكن شباب النادي الاهلي قدروا يعملوا كامباك وينهوا المباراة لصالحهم ويستمروا بقى في صدارة جدول الترتيب. احرز اهداف النادي الاهلي اللاعب ميدو نبيل واللاعب ابراهيم عبد الحليم. بنتمنى لهم طبعا كل التوفيق وان شاء الله يستمروا بهذا الاداء. خلونا بقى نروح لاخبار الالعاب المختلفه والالعاب الاخرى ونبدا بكره الطائره. والحقيقه ان امس كان يوم حافل بالانتصارات لفرق كره الطايره. يعني نبدا برجال كره الطايره، فريق الماسترز قدر يحقق امس فوز على فريق سبورتنج بنتيجه 3-0 طبعا ده ضمن منافسات الجوله العاشره والاخيره من بطوله الدوري. متبقي بس للفريق مباراه واحده كانت مؤجله من الجوله الثامنه، هتكون امام فريق اسكندريه للبترول والفريق هيلعبها النهارده. يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق ان شاء الله يفوزوا في هذه المباراه ويكونوا فازوا في جميع مباريات الدور التمهيدي. كمان سيدات كره الطايره امس قدروا يفوزوا على فريق الصيد بنتيجه 3-1 ضمن منافسات الدور الاول من بطوله الدوري. الحقيقه المباراه كانت مثيره جدا، يعني الصيد طبعا خصم قوي، المباراه كانت مباراه ماراثونيه لكن خبره فتيات كره الطايره قدرت تحسم المباراه لصالحه. يمكن نادي الصيد كان تقدم في الشوط الاول لكن سيدات كره الطائره رجعوا قدروا يرجعوا للمباراه وينهوا المباراه لصالحهم. النهارده الفريق هيكون عنده راحه من التدريبات، هيستأنف تدريباته غدا استعدادا بقى للمباراه القادمه اللي هتكون امام الزمالك يوم الجمعه القادم، ودي هتكون المباراه ضمن منافسات الجوله الاخيره من الدور الاول من البطوله. الفريق طبعا هيستعد بشكل قوي جدا، يعني كلنا عارفين ان مباريات الاهلي والزمالك بيكون ليها طابع خاص، لكن ان شاء الله فتيات الذهب سيدات كره الطائره هيقدروا يحسموا المباراه لصالحهم. خلونا بقى نروح للعبة كرة السلة. النهاردة رجال كرة السلة عندهم مباراة أمام فريق المصرية للاتصالات ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة دوري السوبر. مباراة هتكون الساعة 8 مساء هنا على صالة الأميرة عبدالله الفيصل، وطبعا شاشة قناة النادي الأهلي هتغطي المباراة تغطية حصرية طبعا زي ما عودتنا دايما، وهيكون في استوديو تحليلي مفصل ولقاءات بعد المباراة. يعني المباراة طبعا هتكون مباراة قوية، كلنا شفنا سكواد فريق المصرية للاتصالات سكواد قوي عامل موسم قوي، لكن رجال كرة السلة إن شاء الله هيكونوا قد المسؤولية ويحسموا المباراة لصالحهم. كمان اخيرا بقى خلونا نروح للعبه كره اليد. رجال كره اليد النهارده هيواصلوا تدريباتهم، هيكون عندهم تدريب الاول بدني في صاله الجيم الساعه 12، بعد كده هيكون عندهم تدريبات فنيه على صاله النادي الاهلي استعدادا بقى لمباريات الفتره المقبله واستئناف بطوله الدوري، بالتحديد اولى مواجهات النادي الاهلي هتكون امام سموحه يوم 17/1. الحقيقه انه رجال كره اليد بيستعدوا بشكل قوي جدا، يعني كمان خاضوا مباراتين وديتين امام الجزيره وامام الطيران وقدروا يفوزوا في المباراتين، سواء على الطيران بنتيجة 37-31 أو على الجزيرة بنتيجة 36-32. طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق في بطولة الدوري. كمان سيدات كرة اليد النهاردة هيستأنفوا تدريباتهم، يعني كانوا واخدين فترة راحة حوالي 10 أيام بعد انتهاء الدور الأول والتاني. النهاردة هيرجعوا تاني للتدريبات، هيكون عندهم تدريب الأول في صالة الجيم الساعة 5، بعد كده تدريب فني من الساعة 6 ل 8 استعدادا بقى
للمرحلة القادمة واللي هتبدأ مبارياتها الشهر القادم. يعني طبعا قبل ما اختم كلامي بتمنى كل التوفيق لجميع الفرق الرياضية داخل النادي الأهلي، وإن شاء الله النادي الأهلي يفضل دائما في المقدمة ورقم واحد. يعني دي كانت أبرز أخبار الفرق الرياضية من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة. العودة ليك يا كريم مرة أخرى في الاستوديو. كل الشكر زميلتنا العزيزة هنا أبو القاسم على هذه التغطية المتميزة.